كان في جامعة هنا في أمريكا عملوا بحث عشان الناس برضو على العلم بالشيء. كلمة فارماسي، فارماسي اللي هو العلم الصيدلة، فارماسي ده جاية من كلمة فارماكا، فارماكا في ده كلمة مصرية اسمه علم الأدوية باللغة الهيروغليفية. أول ناس في العالم، في العالم اكتشفوا، اكتشفوا الأنتيمون المصريين القدماء. بالهرسيوزة اللي هي بالهرسي، بالهرسيا اللي هي دوت بالهرسيا اللي اكتشفها في الكتب تلاقي تيودور بالهارس ده اللي اكتشف الدودة بتاعت بالهرسيا. والراجل ده أول لما قال في أبحاثه إن هذا المضاد أو العلاج الأنتيمون ده بيقتل، بيقتل البلهارسي، بالهارسيا. مين ده اللي هو تيودور بالهارس؟ شوف طب الشكل اللي جاي ده، طبعا أفيريوس، أفيريوس اللي هو ابن رشد اللي أصيب بالكفر الإلحاد. افيريوس ليه تمثال جميل جدا في مدريد في اسبانيا. الراجل ده ليه مقوله مشهوره، ابن رشد ده اللي علم اوروبا كلها. يعني ايه فلسفه ابن رشد اللي علم العالم كله؟ وليه مقوله مشهوره كده، قال لك يجب ان نتكلم في المجتمعات الصغيره عن شيئان هما الدين والسياسه. فاذا تكلمنا عن الدين والسياسه في مجتمعات كبيره فيكون هناك نقاط خلاف عديده. وده فعلا لما قال كده ابن رشد اصيب بالكفر، فكل كتبه في اجزاء كبيره من كتبه ولعوا فيها طبعا اصيبوا بالكفر. والعلامه توماس الاكويني، توماس الاكويني تعلم منه من ابن رشد. لكن البلهارسيا في مصر المصريين القدماء اول ناس. ازاي بقى اول ناس؟ طبعا في مصر القديمه ما كانش فيه سرنجات، ما كانش فيه سرنجات متداولة. فعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا الطين البرشومي. الطين البرشومي ده موجود في المقابر الفرعونية، جابوا الطين البرشومي وبعد كده بيعملوا ايه؟ بيقطعوا الطين البرشومي وبيعملوه زي شكل اللبوس. بعد كده بيجيبوا مادة الانتيمون. مادة الانتيمون بتوزن وبعد كده بيتم وضعها في اللبوس ثم تغطى بطبقة من العسل الأبيض. بعد لما بتغطى من بطبقة من العسل الأبيض بتفضل فترة لمدة 10 أيام ثم بتصنفر اللبوس دوت. الإنسان المريض اللي هو كان بيعوم في الترع بيتم وضع اللبوسة داخل الشرج، بيعمل إيه؟ الأنتيمون بيخرج من اللبوس دوت بيتفاعل مع الأغشية المخاطية ثم بيوصل إلى الدودة داخل الجسم البشري. الدودة باللغة الهيروغليفية اسمها حرارة، اللي هي دلوقتي يقول لك حرارتك عالية، دي جاية من الكلمة حرارة، حرارة اللي هي الدودة، دودة البلهارسيا. فيعمل إيه؟ مع الامتصاص بتحصل عملية ساينتفك absorption، امتصاص علمي للدم. الدم بيمتص مادة الأنتيمون. مادة الأنتيمون دي بتقضي على البلهارسيا اللي موجودة داخل الإنسان. اربط ده بقى باللي بيحصل حاليا. السرنجات في مصر اللي هم عملوا بقى سرنجات فيها مادة الأنتيمون ما بتتغليش. ليه معظم المصريين عندهم فيروس سي؟ السبب في الأبحاث هنا في أمريكا لقوا إن 30% من الذين ياخدوا يتناولوا أو بيتم إعطائهم سرنجات، السرنجات دي فيها مادة الانتيفون، مادة الانتيمون. الانتيمون انت ما بتغليش السرنجة، لما بتغليش السرنجة تلاقي مثلا ممرضة بتدي حقن لخمسة ستة بنفس السرنجة، دي مصيبة، دي مصيبة، نقل الدم. فبيحصل لك او دكتور اسنان، تروح دكتور اسنان برضو المواد اللي هي الادوات المستخدمة دي سهل جدا من دكتور اسنان يجي لك فيروس سي، الادوات الدم اللي بينزل. لذلك السرنجة دي مفروض تستخدم ثم تلقى، يعني يترشي، يعني ترميها في الزبالة. لكن 30% بل وأكثر من اللي هم بيستخدموا السرنجات المادة الأنتيمون دول لما ما بتتغليش بيحصل إيه؟ مرض فيروس سي.
فلو رجعنا بقى لمصر القديمة هتلاقي المصر القديم هو اللي اخترع مادة الأنتيمون. لا أمريكا اخترعت مادة أنتيمون، ولا فرنسا اخترعت مادة أنتيمون، ولا أي دولة من الدول اخترعت مادة الأنتيمون. السؤال بقى اللي هو كان بيتسأل وما زال بيتسأل، إيه علاقة ده مصر القديمة، وإيه الرابط بين مصر القديمة واللي بيحصل حاليا، أو فين المستقبل بتاعك؟ ردا على هذا السؤال، اللي بيسأل السؤال ده معظمهم من الثقافة الغربية، أنت فين من ده؟ يعني جميلة جدا ومقابر و و و و كل ده جميل جدا وكل ده حلو قوي، فين أنت من ده؟ أي حد يشوف الحضارة المصرية يتهوس يتجنن. لذلك بتدرس في الخارج وما زال في شغف، شغف اللي يسمع اللي يحب يسمع الكلام ده قوي، يعني الغرب بيموت في حاجة اسمها حضارة مصرية، لأن في أساطير في حاجات لا يقبلها العقل، والكلام ده كان موجود، الكلام ده موجود. لذلك أفلاطون قال كلمته المشهورة: إذا تحكم الجهل، إذا تحكم الجهل والغيبيات في دولة من الدول فسوف يكون مصيرها هو الانهيار. الجهل والغيبيات، طالما الاتنين دول اتحكموا في دولة من الدول يبقى إذن تكون مصيرها الجهل والغيبيات. قيل عن الوفد المرافق للرئيس مرسي، قيل عنه ان عملوا اشاعة كده، وحتى الجرايد في مصر قالوا ان دي اول مرة يتم زيارة رئيس الى روسيا. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، الكلام ده ملوش اي نوع من الصحة. بصوا التاريخ بتاع روسيا، اما مين اللي كان بيطلع مع جورباتشوف؟ مين اللي كان بيطلع بدون مترجم؟ الرئيس مبارك كان بيجيد اللغة الروسية، اللي متعلم طيران في روسيا دي معروفة، بيجيد اللغة الروسية، بيتكلم اللغة الروسية ويتكلم الإنجليزية. اللي كان بيقابل جورباتشوف كان الرئيس مبارك، ويتكلم ويتحدث اللغة الروسية، واتعلم هناك روسي، اتعلم الطيران بالإضافة للقوات الجوية، اتعلم، خد كورسات وخد بعثات في روسيا. فكان بيقابل جورباتشوف بدون أي مترجم، ودي معروفة عن الرئيس مبارك. الحاجة التانية إن مصر قامت بزيارة روسيا في التاريخ 4 مرات. قالوا بقى ان مفيش ولا مرة، ودي بقى اول مرة محمد مرسي يزور روسيا في التاريخ. الكلام ده غلط، روسيا زارت مصر 6 مرات في التاريخ، 6 مرات معروفة. 4 مرات احنا زورنا روسيا، في جالية عربية موجودة في روسيا في موسكو، في طلبة عرب بيدرسوا في موسكو، دي معروفة. وبرضو متحف بوشكن هناك في روسيا في آثار مصرية كتيرة جدا من البعثات الروسية اللي كانت شغالة في مصر. كون بقى إن روسيا رفضت إنها تديك أي معونات، وفلاديمير بوتين قال أنا مش شايف أي سبب لكل الوفد المرافق مع الرئيس مرسي، يبقى أنت كده أديت إشارة حمراء للعالم كله. ألمانيا رفضت عن طريق أنجيلا ميركل، دي بونسلرين كانسلرين في ألمانيا، المستشارة دي دوتشا بونسلرين كانسلرين، المستشارة الألمانية فغاو، بنقول عليها بالألماني الفغاو، المدام أنجيلا ميركل رفضت تديك معونات البحث العلمي أو الفيرتشافتليشة فورشونج، البحث العلمي رفضت تديك ده. فرنسا لما خلصت انتهيت من زيارة ألمانيا ورحت فرنسا ألغيت زيارتك، دي حاجة. دلوقتي روسيا رفضت انك يتم منح مصر حبوب او قمح. يبقى انت تعرف كده ان تقاعد، وده اللي قاله عمدة سوشي في روسيا، انه عندما تحدث مع محمد مرسي وجد انه لا يوجد لديه حكمة في الحديث، يتكلم في حاجة تانية. فانت كده بتقول لي ان القائد بتاعك مش عارف يدير الامور. فلاديمير بوتين قال لك انا لم اتوقع، وده اللي قال كتب عنه في الفرانكفورت الجمانة سايتونج والسويس انفو اونلاين، اللي هو الجرايد الالمانيه والجرايد السويسريه الناطقه باللغه الالمانيه اللي بيتكلمها 180 مليون في العالم. قال كده: لم اتوقع ان اقابل رئيس ليست له خبره او حنكه في الدبلوماسيه الخارجيه، مش عارف تتكلم، مش عارف تدير حوار. يبقى انت كده شعبك
هيكون فين؟ خلي بالك قامت الثورات في مصر، احنا معروفين ان بعد حتى احمد عرابي كتاريخ حديث، بعد احمد عرابي لما مات قامت بعد 9 سنين لما مات ثوره، قامت ثوره 19، شعب مصر قام بالثورات 85 قبل الميلاد قامت ثوره، قبل الميلاد قامت ثوره، و47 قبل الميلاد قامت ثوره في مصر. عندك ثورتين كبيرتين داخل مصر، ده قبل الميلاد قبل البي سي. وبعد كده تخش بقى في التاريخ الحديث، عندك بعد احمد عرابي لما مات 9 سنين قامت ثورة 1919، وبعد 1919 قامت ثورة 1952. هل في ثورة هتتم داخل مصر حاليا؟ نعم هيتم ثورة. وايضا هل في احتلال؟ نعم في احتلال، وده اللي اتكتب في الجرائد الالمانية. مصر محتلة منذ 2000 سنة، وان كانت مصر بعد ثورة 1952 لما انتهت بالانقلاب العسكري، مصر محتلة من نوع اخر، احتلال اخر، وهو احتلال المصري لاخوه المصري، احتلال داخل الدولة، مش لازم يكون احتلال خارجي، احتلال القوة داخل الدولة، احتلال فرض الرأي، احتلال عدم الحرية، ده نوع من الاحتلال، احتلال فكري، احتكار الرأي، ما تقولش رأيك. لذلك سئل ابن رشد، وأيضا سئل آرثر شوبنهاور هذا السؤال، ما هو أعظم اختراع في العالم؟ ابن رشد كان ليه رأي، والفيلسوف آرثر شوبنهاور، الفيلسوف الألماني دير دويتشا فيلوسوفر آرثر شوبنهاور، ده فيلسوف التشاؤم، محدش كان مكتئب زي الراجل ده بصراحة، يجيب لك كده اكتئاب، اللي هو الفيلسوف آرثر شوبنهاور ده، الراجل ده كان بيروح المقابر بالليل يكتب عن الميتين، ليه شعر رائع، عنده إحساس بالشعر وبالكلمة رائع، حزين، والراجل حزين، آرثر شوبنهاور عنده فلسفة التشاؤم، قال لك في اختراعين، اختراع اللي هو مطبعة جوتنبرج الألمانية، اللي هو كان ساعتها بيطبع الكتاب ثم ينسخ، بياخد وقت، الاختراع الثاني اللي قوي جدا، اللي برضه قال عنه آرثر شوبنهاور، كان من رأي برضو ابن رشد اللي هو المطبعة جوتنبرج في ألمانيا، اختراع التاني الميديا، الميديا. لذلك الكاتب الكبير يوسف إدريس قال كده، اديني ميديا لمدة 100 سنة أغير لك فكر الشعوب. الميديا لها تأثير قوي جدا على الشعوب، الميديا دلوقتي ليها تأثير قوي جدا، تعرف مستوى الدولة وتعرف رقي الدولة من إيه لما تتفرج على الميديا بتاعتها، تلاقي في ميديا بلاك اوت، تلاقي في تعتيم اعلامي، تعرف ان في فساد، في كوربشن قوي جدا داخل الدوله، لما تلاقي الميديا متحرره وميديا متحدره وكل واحد بيقول رايه بعدم قيود، مفيش ريستريكشنز، مفيش ريستريكسيونز، مفيش قيود، تعرف ان الدوله وصلت لمرحله من الرقي. الميديا كما قال آرثر شوبنهاور هي العامل الاساسي في توصيل المعلومه الى العالم، وانت قاعد بيتفرج عليك العالم وفكرك بيوصل للعالم، الميديا ثم الميديا ثم الاعلام، الاعلام طالما هو اعلام في نقد، نقد واضح ونقد ايجابي مش نقد سلبي، تعرف ان مستوى الدولة اللي بيبث منها هذا الاعلام في حرية في الرأي، وفي حرية كما ينص القانون الامريكي الفيرست امندمنت، اول حاجة في القانون الامريكي بينص عليها، في القانون الامريكي هنا في امريكا بينص عليها الفيرست امندمنت، اول حاجة اللي هو حرية الدين، حرية السياسة، حرية الرأي، دي اول حاجة بينص عليها، عندك البريس رايتس، عندك الريليجن براكتس ريليجن رايتس، وعندك الاوبينيون بوليتيكال رايتس، عندك الرأي السياسي، ده أول حاجة بينص عليها البند الأول في القانون داخل في الدستور الأمريكي، في البند الأول من نص الدستور الأمريكي، اللي هو طبعا توماس جيفرسون اللي هو عمل القانون الأمريكي وحط دستور القانون دوت، فكر قال لك أول حاجة إيه عشان أمريكا تتحضر وأمريكا تتقدم، يبقى لازم يكون في حرية الرأي، حرية التعبير، وحرية الممارسات الدينية، هو ده التحضر، هو ده التقدم، هو ده الرقي.
هو ده تعرف مستوى الدولة من ايه؟ من الميديا الاعلام. اشكركم لحسن الاستماع وحسن المشاهدة، نتقابل في الاسبوع القادم في علم المصريات. شكرا، مع السلامة.